أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعزي امرأة خالي عن طريق الهاتف لأن في هذا صلة للرحم وجبرا للخواطر؟ يعزي امرأة خاله. نعم لا بأس، تعزيها بالهاتف أو مشافهة ما في مانع، تعزيها بالمصاب، نعم، تدعو للميت، نعم، كتابة أو مهاتفة أو مشافهة كله سنة، نعم. لكن هل تكشف له؟ لكن هذا لا كشف، لا كشف حرام، لكن يعزيها وهي محجبة، نعم، ولا يدخل عليها وحدها، يكون يخلو معها، لا ما يخلو معها أو يدخل عليها في البيت وحدها، نعم.